السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة سنة أولى، مادة التست، الجزء بتاع الكمبيوتر بروجرامينج. دلوقتي بعد الموضوع بتاع ان احنا وقفنا الدراسة، الحكومة وقفت الدراسة لفترة أسبوعين، والله أعلم هيقف أكتر من كده ولا لأ. فيعني نعمل حسابنا انه لو الدراسة رجعت تاني في بعد الأسبوعين دول أو غيره، نبقى جاهزين ايه اللي هيحصل. فدلوقتي في جزء منكم خد معانا تقريبا كل التيست بتاع الكمبيوتر بروجرامينج، والنص التاني من الدفعة ما خدوش الكلام ده. طيب بغض النظر بقى عن ده هيجي ازاي امتحان، او هيجي ازاي الترم هيكمل ولا ما يكملش، كل ده مش مهم دلوقتي، بس المهم ان احنا ده كونتنت مهم جدا هيكمل لك المنهج بتاع السي، فيهمني جدا انك تبقى عارفه سواء قبل ما تخش مادة البروجرامينج بتاعت الترم اللي جاي ان شاء الله، الترم الاولاني في سنة تانية، او انك تبقى عارفها علشان خاطر نفسك، حتى لو من غير حاجة. انت عايز تبقى عايز تاخد تول بتاعت البروجرامينج معاك وتبقى كويس فيها وشاطر وبتاع. فالمفروض ان احنا ان انت تبقى عارف المعلومات دي كويس جدا، يعني مش هتخسر معاك حاجة وانت اوريدي قاعد ما بتعملش حاجة المفروض دلوقتي، ده اللي انا فاهمه. فاللي ما بيعملش حاجة بينكم او اللي عايز يشتغل، فالمفروض ان ده هيساعده جدا في الفترة اللي جاية. طيب خلينا نتكلم النهاردة. انا في الفيديو ده انا هكلمكم على 3 حاجات. اولا هو الكورس اورجانيزيشن، احنا هننظم الكورس بتاعنا ازاي، وبعدين الكورس سيلبس، المفروض الكورس ده بيتاخد فيه ايه، وبعدين هكلمك عن الفاينل اكزام بتاعك. فاول حاجة الكورس اورجانيزيشن، احنا نتعامل ازاي دلوقتي. بالشكل المبدئي انا هسجل المحاضرات او هسجل اللاب عندي على الجهاز، وهريكورد اللي بيحصل على السكرين، هبتدي يعني ارفع لكم ده اول باول. لو احتاجنا بشكل ما لانتراكتيف ليكتشرز، فانا عندي ممكن اشتغل على المايكروسوفت تيمز، ده بتخشوا بالايميل بتاع الجامعة بتاعك اللي هو اسمك الاول الرابع مش فاكر ايه كده @edu.fng.edu.eg او bu.edu.eg، ده هنشتغل بيه، او ان احنا نشتغل بزوم. وزوم هو برنامج بيشتغل هيشغلنا 40 دقيقة فري، بيسمح باكتر لحوالي 100 واحد يخشوا مع بعض، فاظن هيبقى كافي ان احنا لو احتاجنا نشتغل عليه. تيم مايكروسوفت تيمز الميزة فيه انه بيدخل اي عدد، فممكن ده او ده. طيب طبعا انا بسجل من البيت وكل الناس في البيت، الاولاد وكلنا قاعدين في البيت، فعادي بقى جدا انك تسمع زي دلوقتي كده الاذان شغال، او انك تسمع اطفال بيخشوا خارجين داخلين، ده استعد انك تسمعه، فمفيش مشكلة فيه. لو احنا بنسجل حاجة انتراكتيف، فارجو انك انت تبقى تطفي المايك بتاعك علشان خاطر ايه ما تبقاش الموضوع فيه هرجل، هيبقى انا بتكلم وانتوا شغالين، اللي عايز سؤال بيعملوا تكست وبنشوفه، هنشوف ده قدام لو احتاجنا الانتراكتيف ليكتشر. طيب كمان انا احب يعني استغل الامر في ان انت تخلي بالك الفتره اللي جايه دي، المفروض ان شاء الله ما فيش خوف عليكم، انتوا شبابكم صغيرين وان شاء الله تكون مناعتكم كويسه وصحتكم كويسه، بس خلي بالك انت ممكن انت تعدي الامر بالسلام عليك، ولكن في ناس كبار في السن يهموك ويهموني، وفي ناس مناعتهم قليله، او ناس عندهم امراض مزمنه ما نتمناش ابدا ان يصيبهم اي شر باي شكل. طبعا كل الامر بيد الله، ولا يحدث في ملك الله الا ما اراد الله، ولكن يعني احنا بناخد بالاسباب. طيب نرجع لكلامنا تاني بتاع الكورس. فدلوقتي مبدئيا انا هرفع محاضرات متسجله، وبعد كده هنبتدي نشوف الانتراكتيف كورسز دي، الانتراكتيف ليكتشرز لو احتاجناها هنشتغل عليها، نتفق على ميعاد معين نخش فيه كلنا على اللينك انا هبعته لك، تخش تسمع فيه الليكتشر، لو عندك اسئله بتحطها على الشاتنج بتاعه وانا بشوفها وبرد عليك، ويعني هحاول اظبطها بشكل ما. طيب ايه بقى الكورس ريكويرمنت؟ اولا في كان في المفروض الكورس ده كورس عملي، انا كنت حاطط معظم الدرجات على عملي، عملي سواء بالحضور في المعمل او انك انت تعمل لك امتحان عملي، فمجموعهم الاثنين يعمل لي نص الدرجه. الماده دي اصلا متقسمه نصين، اتصالات نص وحاسبات نص، فالجزء بتاع حاسبات ده معايا، ففي هيبقى 50 درجه. طيب ال 50 درجه بتوع النص بتاع حاسبات دول متقسمين ازاي؟ 25 درجة على العملي اللي هو خلاص دلوقتي ما بقاش في عملي،
حتى الان يعني، او ال 25 درجه التانيين على الفاينل اكزام. 25 درجه عملي دول هناخدهم ازاي؟ ممكن الناس اللي هي خلاص اوريدي حضرت الجزء الاولاني اخد الدرجات بتاعتهم مثلا، والنص التاني يتعمل لهم لاب اكزام او حاجه زي كده، او ان انا اجيب الدفعه كلها لاب اكزام في الاخر، او ان الكورس كله يبقى خلاص هو هحط لكم 25 درجه و25 درجه في فاينل اكزام. هنشوف ده على حسب الدراسه هتشتغل ازاي. لو التعطيل ده استمر فترات طويله وهتيجوا على الامتحانات بس ماشي، الامتحانات نفسها هتتاجل، هنشوف هنعمل ايه. ف يعني ده هيتحدد على حسب ايه اللي هيجي. اوكي، ف يعني بس ما تقلقش، مفيش حاجه صعبه، الكورس متمم وبيكمل اللي انت خدته بيبني على اللي انت خدته الترم اللي فات، فانا مش حاطط عليه وقت كبير قوي في تقييمك يعني، وان شاء الله الامور تعدي، الامور سهله يعني. طيب الفاينل اكزام سكور هيبقى 25 درجه زي ما قلت لك. طيب خلينا نخش في بعد كده الكورس سيلابس بتاعك. هنتكلم في الجزء ده عن الريكيرجن، انا ما عديت عليها مرور الكرام في وانا بتكلم عن الفانكشنز، وبالذات لما شغلت لكم البروجرام اللي كان بتاع الاطفال اللايت بوت، اللي هو الروبوت اللي بيتمشى وبيفتح مصابيح ويعمل مش عارف ايه. ده في الاخر خالص كان في جزء منه جبت كده ريكيرجن، بس ده ما يعتبر شرح، مش شرحتش حاجه فيه. طيب فالمره دي هنتكلم عن الريكيرجن بشكل اكثر تفصيلا. هنتكلم على فكره الديناميك ميموري الوكيشن. انت خدت ستاتيك ميموري الوكيشن اللي هو الاريز، او انك اصلا تحجز اي فاريبل، فده ستاتيك ليه؟ بيحجز لك مكان ما بيتغيرش. عايز تحجز مكان جديد يبقى تعمل فاريبل جديد، انما بتحجز حاجه، بتحجز حاجه ثابته. يعني بتقول اري، لازم تقول لي السايز بتاع الاري قد ايه. لما بتقول السايز بتاع الاري بيبتدي يحجز لك المساحه دي، وبعدين انت عبيه بقى باللي انت عايزه. طب حبيت ازود المساحه، قلنا ما ينفعش، تعمل اري جديده وتنقل بحجم مختلف وتنقل اللي انت محتاجه من الاري القديمه في الاري الجديده وخلاص. طيب هل دايناميكلي بقى انا ممكن احجز ميموري واقدر العب فيها بحيث ان انا ازودها او انقصها؟ اه ينفع. ازاي؟ هنشتغل على ده. احد الامثله الشهيره جدا لينكد ليست، ومثال حي عملي على الدايناميك ميموري الوكيشن. ده بروجرامينج تكنيك عشان تشتغل على الميموري زيه زي الاري كده. يعني الاري ده ستاتيك ميموري الوكيشن، ليه فوائد وليه مشاكل هنتكلم عنها، وده الدايناميك ميموري الوكيشن ليه فوائد وليه مشاكل هنتكلم عنها برضه. فدول طريقتين هيساعدونا في ان احنا نبني بيهم اللي احنا عايزينه او اي تعامل لينا مع الميموري بعد كده. طيب بقى كان نتكلم في هنتات بسيطه جدا عن عن شويه داتا ستراكشرز مشهوره. اللي احنا بنقوله ده ما يتعرضش ابدا مع منهج الداتا ستراكشر اللي الناس هتاخده في ثالثه حسابات، اللي هيخش منكم حسابات، لان هنا ما بتكلمش بالتفصيل وما بتكلمش بالشكل اللي هو يعني يدي لك شرح كامل ووافي عن الموضوع، ولكن انت مجرد بتجرب بتستخدم البروجرامينج سكيلز اللي عندك في انك تفهم يعني ايه الداتا ستراكشرز دي وازاي استخدمها. فعندنا الستاك، عندنا الستاك ده شكل من اشكال التخزين والتعامل مع الميموري او الداتا بتاعتك، بتعامل مع الداتا بتاعتي بشكل معين. الكيو تعامل مختلف، هنشوف حاجه بسيطه خالص، الفكره بس، مجرد الفكره، وانا ما يهمنيش سواء في الكورس او في الامتحان او دلوقتي غير انك تعرف الافكار وتفهمها كويس تهضمها يعني. وبعد كده ونمبلمنت حاجات بسيطه بس عشان امشي ايدك في البروجرامنج وخلاص، مش عايز اكتر من كده. طيب في عندنا حاجه السورتنج، احنا خدنا قبل كده ان احنا معانا اري. طب خدنا ازاي الاري دي اعمل لها سورتنج، ازاي ارتبها؟ ما اتكلمناش عنها، فدلوقتي ده معاده. والسيرشنج لو عايز ادور جوه الاري، طب لو الاري كان معمول لها سورتنج ادور ازاي، ولو مش معمول لها سورتنج ادور ازاي. اوكي طيب الفاينل اكزام بقى اخر حاجه. الفاينل اكزام انا في تخيلي دلوقتي وكان من قبل كده، هو لسه ما قررتش، بس يعني مبدئيا انا بفكر ان السنه دي يبقى الفاينل اكزام مجرد مثلا سي 25 او 50 سؤال اختياري مثلا، يبقوا بيكلموك عن الكونسبت، مش هيركزوا قوي عن الامبلمنتيشن. الامبلمنتيشن ده تركز فيه معايا علشان نفسك، عشان تتعلم، عشان تبقى شاطر، او عشان لو في وقت قبل امتحان الفاينل ان احنا ناخد لاب اكزام، فانت هتنزل وتجرب بايدك. وكده كده انا قلت لك مش هتتعلم بروجرامنج، مش هتفهمها، مش هتعمل، مش هتبقى شاطر فيها غير لما تجرب بايدك. فلازم نجرب بايدينا. اوكي طيب الفيديو اللي جاي ان شاء الله هبدا معاكم قبل ما اتكلم عن الريكيرجن
هقول هراجع معاكم functions كده المفهوم بتاعها يعني ايه، لان انا حاسس ان انتوا في عندكم مشكلة فيها محتاجين عند بعضكم يعني محتاجين ندوس عليها شوية، وبعد كده هنتكلم عن الريكيرجن. تمام، فإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.